اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده يلا نتصالح. معانا النهارده اكتر من سؤال. اول سؤال وصل لينا على الفيسبوك من احد اصدقاء البرنامج بيقول: كيف نحب الله؟ سؤال وان كان بيبدو انه بسيط قوي، لكن هو عميق قوي وممكن نعتبره سؤال العمر كله. ازاي محبه الله تملى قلبي؟ ازاي يبقى بيني وبينه علاقه بتدوم وبتكبر كل يوم؟ معانا كمان سؤال تاني عن البركه. ليه أحيانا أحس كأن جيبي مخروم؟ اللي جاي رايح. السؤالين دول وغيرهم هيكونوا موضوع حلقتنا النهارده مع ضيفنا المهندس ألبس إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. واسمحوا لي زي ما تعودنا إنه أول فقرة في البرنامج تكون مع رسائل حضراتكم وتعليقات على الحلقة اللي فاتت. كان في تعليق على الفيسبوك بيقول: برنامج أكثر من رائع، الرب يسدد كل احتياج للقناة ولشعب الله. تعليق تاني كان بيقول: ربنا يبارك حضراتكم، برنامج رائع ويسدد احتياجات القناة ويثقل قلوب المشاهدين لتعديد القناة. مدام نادية صديقة البرنامج اللي عودتنا دايما تكون بتبعت لنا تعليق على كل حلقة بعتها، وبتقول: تحية وتقدير من كل القلب على محبتكم للكل. أشكر معلمنا الفاضل على إجابة السؤال، وكالعادة أضافت لي تعليم جديد لمعرفة روح الله القدوس. هذا روح الناري الذي يسكن فينا دائما، ولكن لابد أن نفعله، لأنه كما قال معلمنا الفاضل هو مصدر القوة ومعنى الحياة، ونقدر نطلع بحياة جديدة. وأعطانا مثال لبطرس: عندما امتلأ بروح الله القدوس استطاع أن يحيي حياة جديدة كلها مملوءة بثمار الروح التي كانت السبب أنه أصبح القديس بطرس خادم يسوع. وكاتبة كمان تاني ملحوظة: من لا يجمع معي فهو يفرق، عندما تم شرحها في مناسبتها أضافت لها معنى آخر. رسالة تانية وصلت لنا بتقول: أول مرة أتبارك بهذا الفهم الرائع والمعاني الجميلة لمعية الروح القدس، إنه يكون بيني وبين الروح القدس صداقة وعشرة وحب، موجات من الحب والعشرة الطيبة، نكون معا، معنى رائع. الروح القدس يدخل يطيب ويطبب ويعالج ويشدد ويغير وينقي ويطهر، مفيش شروط لكن في علاقة. تعبير رائع جدا إن الروح القدس هو معنى الحياة، خلاني أشتاق لمعية الروح القدس الكاملة. وأول مرة أفهم شاهد حساب النفقة اللي موجود في لوقا 14-26، إنه بيقصد حسابات النفقة في تبعية المسيح، أما الخدمة فلها حسابات تانية اسمها حسابات الإيمان. وكان رائع التأكيد على كده بقول يسوع: لا تحملوا كيسا ولا مزودا إلى آخره. وزي ما قلتم فعلا قناة الحرية قامت بدورها الإيجابي الإيماني الكبير الرائع والقيم جدا في إنشاء هذه القناة، وما تحملته من مصاريف بث وتكاليف ضخمة جدا. وممكن أكون أنا أو غيري بتقصيري وعدم قيامي بدوري الإيماني بتقديم الدعم السبب في هذا الاحتياج المادي للقناة. يعني القناة قامت بدورها الإيماني، بس أنا اللي قصرت في دوري الإيماني. بنطلب بركة الرب للقناة وليكم على عمل الرب الرائع فيكم. ده كان يعني بعض الرسائل اللي وصلت لنا. واسمحوا لي نكون بنبتدي بأول سؤال، وده السؤال ده كان موجود على الفيسبوك من أخونا ياسر أبو كرولوس، والسؤال بيقول: كيف نحب الله؟ الحقيقة أنا مش هعلق على السؤال، أنا هاخد السؤال كده زي ما هو بكل البساطة والعمق اللي فيه وأتوجه بيه للمهندس ألفريد. كيف نحب الله؟ يمكن عشان نبسط الموضوع خلينا نفهم من حياتنا البسيطة إزاي بنحب أي إنسان. يعني لو شخص جديد دخل حياتي أو تعرفت عليه، إمتى بحبه وإمتى مثلا بيعتبر شخص عادي؟ فبنقول في ثلاث نقط رئيسية وبعدين هنتكلم على نقط فرعية. أول حاجة إن تبقى صفات وتخليني أعجب بيه. إنسان كويس، إنسان لطيف، إنسان مهذب، إنسان معطاء. أنا بتكلم على البشر يعني، حتى يمكن لو ما عرفوش قوي، لكن ممكن مدير عام الشركة أنا بحبه جدا مثلا، أو زميل لينا في العمل مشهور بمحبته وعطائه فبحبه جدا. دي أول حاجة، بس بتبقى لسه الدنيا إيه بعيدة شوية. يبقى واحد، أول واحدة صفاته. تاني حاجة تعاملاته. خلاص الراجل ده تعرفت بيه، اتنقلت في القسم بتاعه، ابتديت اتعامل معاه مباشرة، زميل او زميل او مدير او مرؤوس او رئيس. تعاملاته كويسة جدا معايا مش بس مع الناس، اسلوبه كويس معايا، بيقدم لي
كل ما اتزنق في موقف الاقي يقف جنبي يساعدني، عندي تحقيق يروح داخل في الموضوع ويشيل الحاجه دي، عندي مشكله يقف ويساعدني فيها. ابتدي اتعاطف مع الزميله دي او الانسانه دي بعاطفه ناشئه من صفاته وتعاملاته. اخر حاجه بقى لو شعرت ان كمان زميلتي دي او زميلي ده بيحبني جدا، الله، يبقى في صفاته في تعاملاته وفي محبته. لو افتكرنا الثلاث نقط دول واخدنا بالنا منهم هنلاقيهم بيعبروا عن مشاهده من عندي، ملاحظه من عندي، وتركيز. يعني ممكن زميلتك في الشغل بتقف جنبك ويمكن مش بتاخدي بالك او مش بتقولي لها شكرا حتى، خلاص الموضوع بيعدي وينتهي، ويمكن بتاخدي بالك. ففي حته ملاحظه صفاته وتعاملاته ومحبته وتجاوب مني او تركيز مني زي ما حضرتك قلت، اني باخد بالي، اهتمام، اخد بالي، الاحظ، افتكر. ممكن اخد بالي وانسى، ممكن اخد بالي واطنش، او يعني الموضوع بتبصي بعد لو الحاجات دي بتتم هتبصي لزميلتك دي في الشغل بعد شويه بقت اعز صديقه لديك، رغم انها يمكن لسه ما نقول عندكم من فتره قريبه اكتر من ناس كتير. يعني صفاتها وتعاملاتها ومحبتها، محبتها، كل الحاجات دي. طبعا هي واحده فيهم يعني بتدي التفاته، لكن لو الثلاثه دول بيبقوا موجودين بيخلوا الحب تلقيه تصاعد. الانسان ملوش زراير اسمها حب واكره، فما فيش زرار نقطع، عشان كده بنجاوب على اخونا بيقول له صحيح، هو ما فيش زرار لو دوست عليه ايه؟ تحب، او لو دوست عليه تكره. لكن في حاجات تخليك تحب الشخص ده، زي ما قلنا صفاته وتعاملاته ومحبته. عشان ابسط الموضوع اكتر شويه هعتبر ان في شاب متقدم لخطبه فتاه. كويس. هو كان يعرفها من مده طويله، واخد باله منها، مركز عليها، ليه علاقه يعني قصدي في عاطفه تجاهها، وتقدم ليها. هي لسه ما تعرفش، حد جديد جاي خبط على الباب، ما تعرفوش قبل كده. فبيقعدوا مره مع بعض ويبتدي في سبع نقط، السبع نقط دول يختلفوا يهتزوا يعني. أيوة. انا بس ببسط بيهم. تمام. اول حاجه ان يبقى في قبول مبدئي، صح؟ اه، مفيش قبول مش هيحصل اي حاجه بعد كده. آه، الموضوع هيتقفل. والقبول المبدئي ده نقدر نقول عليه ايه؟ خلاص صراحة. بطريقه زمان خلاص احنا ممكن نتخطب، وفي فتره خطوبه نتعرف. دلوقتي احيانا بيتعرفوا قبل الخطوبه، بس احنا نعتبر بطريقه زمان ايه، فبيبقى في فتره خطوبه، الخطوبه دي بتحصل فيها حاجات. انا اقول سبع نقط وبعدين نحكيهم مع بعض. تمام. اول واحده بعد قبول مبدئي ومثلا قبول الخطوبه، قبول مبدئي يعني راحه، يعني الشخص ده انا مرتاح ومستعد ان انا ابتدي اتعرف عليه. بالظبط. انا بتكلم على زمان. كانت الخطوبه تبدا العلاقه، ما فيش اي حاجه قبل الخطوبه، وده احسن بالتالي من حاجات كتير. تاني حاجه تبدا تقابل معايا ويكون في تعاملات، تلاحظ ان هو شخص محتوي، لطيف، متسامح من خلال التعاملات. هقول كل حاجه بالترتيب. تالت حاجه بيخرجوا مع بعض وتتكون ذكريات جميله بقى، في الموقف ده عمل كذا، ولما خرجنا وداني في الحته دي، وكنا راجعين بالليل الدنيا برد، قلع الجاكيت بتاعه وحطه على كتافي، واحنا ماشيين مع بعض خلاني ادخل جوه وهو واقف بره عشان العربيات بتمشي. ابتدت مع خروجها معاه تشوف تعاملاته التلقائيه، مش تعاملاته اللي ايه اللي يعني تبدو انها رسميه. لا، بيخاف وبيحب وبيدفدف، واخد باله. تالت حاجه، رابع حاجه بيكون بينهم هدايا، بيبعت لها هدايا، هو جاي خاطبها جاي بقى، فبيجيب هدايا، عيد ميلادها بيجي، العيد بيجي، بيقدم هدايا. خامس حاجه بيبعت جوابات، زمان كان ما فيش موبايلات. أيوة. فكان بيبعت جوابات، او يعني دلوقتي في مسجز، حط كارت، يحط كارت. أيوة. في الورد ويكتب عليه كلمه حب وكلمه تقدير وكلمه اهتمام. نمره ستة، بتشوف كمان تعاملاته مع اهله واصدقائه، يا ترى بيعامل مامته وباباه ازاي، بيعامل اسرته ازاي، بيعامل اصحابه ازاي، هي عايزه تتعرف عليه، هل هتقبل الزواج منه؟ دي حاجه مهمه قوي، لانه بيبقى على طبيعته مع الناس دي، مع الناس القريبه، بيبقى على طبيعته تماما. صح. فتقدر ان هي تعرف انه هو شخصيته ايه، مش جاز يعني يكون مثلا مهتم بيها زياده فبيدي افضل ما لديه. سبع حاجه بقى، يوم بعد يوم تقتنع بيه وتحبه وتجوزه. خلاص، بعد اللي هي شافت كل الست خطوات اللي فوق دول مشجعين، خلاص هيبتدوا علاقه، الدنيا ماشيه كويس. هفسرها بقى بالنسبه لربنا، بس زي ما بقول اكبر مشكله بتقابلنا كلنا ان ربنا لا يرى.
والإنسان فطر عن أن يحب ما يرى. دي نقطة مهمة قوي. المشكلة إنه الله لا يرى، وإحنا اتعودنا إنه أو فطر، حضرتك قلت جملة جميلة قوي، فطر على ما يراه، يحب ما يرى، يحب ما يرى. طب أنا عايزة يعني أسترسل مع حضرتك، بس إحنا معانا مشاركة، معانا اتصال، معانا مهندس أمير. ألو ألو ألو، أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهوا. أهلا، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. لو ممكن بس نعلي الصوت في السماعة شوية يبقى كويس. كده كويس؟ تمام تمام، اتفضل. بس جميل الموضوع، زي ما حب ربنا ده، وكان نفسي برضه أقول أخش مشاركة معاك وكده، فكرة يا ريت تبقى مفيدة ليك أو للناس يعني. اتفضل. ممكن. بالنسبة ازاي نحب ربنا دي، كنت انا مرة قاعد مع واحد راجل كبير كده، وسألت ازاي نحب ربنا فعلا. فقال لي مثلين جمال كده قربوا لي الموضوع من مخي قوي. قال لي تعالى نتخيل عيلة جميلة كده مترابطة، والعيلة دي فيها جد ظريف محب حنين مبتسم، ودايما مجمع العيلة حواليه ومهتم بكل واحد وبيراعي كل واحد ودايما بيساعدهم. فتلاقي العيلة كلها بتحب جدا هذا الجد، ودايما لما يقولوا رايحين له يبقى ده يوم عيد بالنسبه للاولاد وبتاعه وكده. ومثال ثاني زي ما قال الباشمهندس الفريد، برضه انسان ناجح في حياته وبيساعد الفقراء كتير ويعمل كل مشاريع ليهم وعمره ما يغلط في حد ولا يزعل حد او كده. فتلاقي الانسان ده الناس كلها بتبقى معجبه بيه. فبنلاحظ ان في فرق ما بين الحب والاعجاب. احنا بنحب الجد لان في صله بيننا وبينه، بنتعامل معاه في معرفه بيننا وبينه، كل الصله دي هي اللي بتقرب الاعجاب بالشخصيه تخليها ليه لحب. لكن الشخص اللي انا ما فيش صله وتواصل معاه، الاقي ان انا الموضوع بيقف عند الاعجاب ليه بس. دي على فكره نفس الفكره بيننا وبين ربنا. يعني انا لما اجي ابص للعلاقه مع ربنا، الاقي ربنا بالنسبه للجد ده طبعا هو ايه؟ المطلق، مطلق في الحب ومطلق في الحنان، مطلق في الاهتمام، ودايما بيساعد ويعبط ويحل مشاكلنا، مهتم بكل واحد شخصيا. صور جميله قوي. لو حبيت ابص مثلا على حياه السيد المسيح، الاقي عمره ما نهر واحد حر، ولا صد واحد محتاج، ولا انب انسانه خاطئه، ولا امر برجل انسانه زانيه. دايما كان بيلاقي صفه جميله وسط الشوك يمدحها زي ما مدح السامريه. فتبص تلاقي ايه رب الحنيه دي، وايه المحبه بتاعتك دي، ايه الحاجه المطلقه الكبيره دي. لو انا عندي صله بربنا وقريب منه، هتلاقي ان انا هحبه جدا جدا. لكن لو انا بعيد عن ربنا، هتلاقي ان انا معجب جدا بايه؟ بهذا الاله. لكن ما تقلقش حب عشان ما فيش صله وتعامل بيني وبينه. عشان كده مهم جدا. ايوه اتفضل. يعني مهم جدا ان انا ابقى في صله بيني وبين ربنا. الصله على فكره هي صلاه، يعني صله، يعني انا لما بقف اصلي يعني بتطلع على ربنا. لكن انا اقصد صله طول اليوم. انا مش هعرف اصلي طول اليوم، لكن انا طول اليوم انا مع ربنا. مثلا ماشي في الشارع مع ربنا، راكب العربيه مع ربنا، سبت الموبايل بتاعي شويه اقعد مع ربنا، اقول ترنيمه، احكي له عن حاجه انا مرت بيا، مشكله انا فيها. يبقى انا كده في تواصل بيني وبين ربنا في حاجات كتير. التواصل ده هو اللي بيخليني انا الاعجاب بتاع ربنا يتحول لمحبه كبيره قوي لربنا. طبعا ساعات الاعجاب ممكن يقود الانسان يبتدي يتعامل مع ربنا، يبتدي يحب ربنا، بس بعد ما يبتدي يتعامل ويتلاقي. تمام تمام تمام. نشكر حضرتك جدا، المشاركة مشجعة والمثل واضح وجميل. مثل الجد والشخص التاني العظيم اللي جايز مفيش، يعني جميل الفكرة، الشبه، الفرق ما بين الإعجاب والحب. نشكر حضرتك جدا على المشاركة مهندس أمير، فعلا جميل جدا. الإعجاب حاجة من بعيد لبعيد، بس زي ما قال أمير ده جايز يكون مرحلة. يعني جايز أول لقطة لما نشوف ناس كتير اتعاملوا مع رب المجد يسوع، كانوا شافوه في صورة جميلة بهية أعجبوا بي، ويمكن دي تبقى مرحلة أو خطوة، إني أشوف صفاته زي ما قلنا قبل كده،
صفاته الجميلة النبيلة الطيبة، فده يخليني أعجب بيه. بعد كده تبتدي خطوات بعد كده زي ما قلنا صفاته وتعاملاته ومحباته. بس إذا كنت تحبوا نرجع لقصة اللي اتكلمنا عليها بتاعت الخطيبين ونمشي بيها شوية شوية ونقول عليها بعض الاختبارات والتطبيقات، عشان هي مش خطوات كيف أحب الله، هي بس بتفتح مجال. لكن عايز أركز على الفكرة اللي قلتها قبل المشاركة بتاعت أمير، إن الإنسان فطر أن يحب ما يراه، واللي ما بيشوفوش بيبقى يغيب عنه. يعني أشرح مثلا، جاز أخو حضرتك وانتوا لسه قبل الجواز في البيت وكل يوم مع بعض وبتاع، وبعدين اتجوز شوفي بعد شوية بتحبيه بس تحس ان الدنيا بعد شوية. لا قدر الله مثلا سافر وراح مثلا أمريكا ولا كندا من الأماكن اللي كل 3-4 سنين تتقابلوا فيه، تحس الدنيا بعدت شوية. فليه مش شايفه؟ فأكبر مشكلة بتقابلنا إن إحنا مش شايفين ربنا وبالتالي مش قادرين نحبه. عشان كده أنا ببسط المواضيع عشان نقدر بالإيمان وبالمشاهدة وبالتركيز إذا ما شفناش الله نشوف تعاملاته، وقلنا قبل كده صفاته وتعاملاته ومحبته. صفاته وتعاملاته ومحبته. بس خلونا ناخد خطوة، إحنا معترفين إنه الحاجز جاي من ان احنا نريد ان نرى والله لا يرى. طيب نعمل ايه؟ طيب ما هو بيبعت، بيحب، بيقدم، وممكن اشوفه في مواقف كتير. خلينا نمشي واحده واحده. اتفضل. اول خطوه ان الاخت دي بتقبله خطيبا زمان، بعد ما يتقدم ويقعدوا قعدتين ثلاثه وتستريح له، زي ما قلنا بيبقى في قبول مبدئي، بيعملوا خطوبه، مفيش اي تعارف قبل الخطوبه، كان كل التعارف يتم بعد الخطوبه. فعشان تتخطب، عشان ترتبط بيه، بتقول أنا موافقة، أقبل أني أتخطب لهذا الشخص. والخطوبة يعني اختبار، ما فرضناش حاجة عليه. فبنقول أول خطوة نبعتها لأخونا ياسر، نقول له أول خطوة لو عايز تحب ربنا، إذا اعتبرنا في خطوات، اقبل ربنا، قول له تعالى تفضل جوه قلبي، تعالى تفضل جوه حياتي، تعالى قرب مني لأني مش شايفك. عشان مش شايفك عايزك تقرب أكتر. لما يكون واحد نظره ضعيف شوية وفي حاجة من بيدي، يقول له طب قرب يا ابني، قرب يا ابني، عشان أقدر إذا مش شايفها أحس بيها. أجيب مثل أبونا إسحاق، كان نظره تقريبا ضعف جدا جدا، مش شايف. فلما دخل أبونا يعقوب عشان في الخدعة المعروفة، قال له تقدم يا ابني عشان أجسك. طب أنا مش قادر يا رب أشوفك، طب أنا محتاج إيه؟ محتاج تقرب جوه حياتي، محتاج تقرب جوه قلبي، محتاج أقول لك هلما تفضل وحل فيني، محتاج اقول لك خش جوايا عشان تخاطب كياني. اذا ما شفتكش اسمعك، واذا ما شفتكش المسك، واذا ما شفتكش وما سمعتكش اشوف اعمالك معايا. يعني الصلاة دي لما انا اطلب الله بهذا الشكل، اقول رب تعالى وادخل قلبي، دي حاجه تقرب شويه فكره اللي حضرتك قلتها، الفكره مهمه قوي ان انا مش شايفاه. بالظبط. يعني زي ما قلت لك قصه ابونا يعقوب والقرب، قصة انك انت لو فرضنا لا قدر انسان مش بيشوف، فيحب اللي يكلمه يقول له تعالى يا ابني كده اقعد جنبي، يروح ماسك في ايده ويقرب منه كده شويه عشان ايه؟ يتحسس القرب اللي موجود. فانا مش شايف الله، فبقول يا رب هلما تفضل وحل فين، تعالى ادخل حياتي، تعالى ادخل قلبي. فاول خطوه لاخونا ياسر بيشوفنا واخرين، تعالوا نصلي دقيقه واحده كده. ممكن انا اصلي؟ اتفضل اتفضل طبعا. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب أخويا وأنا جوانا شوق نحبك، نحبك بجد، بس مش عارفين يا رب، مش شايفينك، يمكن تاهين وسط اللي شايفينه. عشان كده بنقولك من فضلك تعالى دلوقتي ادخل يا رب حياتي، ادخل قلبي. أنا يا رب ندمان على سنين ما تمتعتش بحبك، وندمان على سنين ما تبدلتش الحب حب. عايز ابتدي معاك زي اي خطيبين بيقبلوا انهم يرتبطوا ببعض ويحطوا دبل بين ايديهم يا رب، ويعملوا عهد ارتباط بينهم بين بعض. من فضلك يا رب هلما تفضل وحل فين، من فضلك يا رب اقبل انك تدخل جوه قلبي وتعرفني نفسك وتسمعني صوتك وتوريني تعاملاتك. في اسم المسيح الغالي مع سؤالات كل قدسيك، ليك كل مجد وكرامه. امين امين. أول خطوة زي ما أقول إيه، وده الكتاب المقدس يقول كده في إنجيل يوحنا، أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. في خلاص علاقة بسبب القبول تولد علاقة وقرب، وتبتدي أخطي حاجز عدم الرؤية. خلي بالك إحنا بنحاول، يعني لو رب المجد يسوع كان ظاهر بالجسد، يمكن كان ناس كتير
حبيته وتعلقت بيه، تشوفه وتتعامل معاه وتسمعه ويمد ايده ويدي شفاء فكانت الدنيا تختلف. يبقى أول حاجة عدنا. نيجي تاني حاجة بتتقابل معاه، كن بينهم ببعض تعاملات تلاقي إن هو متساوح يحتويها. كنا اتكلمنا قبل كده على المرأة اللي كانت خاطئة اللي راحت عند بيت سمعان الفارسي لو تفتكر حضرتك، انت عارفين القصة باختصار يعني. طب استاذ حكايه قبل ما نبدأ في القصة، معانا مشاركة. اتفضل. معانا مشاركة من أخ لينا في الخدمة، فريق الخدمة، اتفضل. أيوه أهلا بيك. أيوة. اتفضل حضرتك على الهوا. ايوه انا كنت عايز اشارك بالحاجات اللي ربنا يعني عملها معايا وخلاني احبه. في مواقف كتير قوي عملها معايا على مدى حياتي كلها. يعني لما كنت تعبان جدا لاني مش مطمن على حياتي الابديه رغم ارتباطي بالكنيسه وبالفروق الكنسيه، كنت بصرخ لربنا انه يغيرني ويعرفني الطريق والسكه ليه. الاحساس المميت ان مصيري جحيم، ولما كنت لسه ماليش علاقه حيه بربنا ولسه مش مطمن على ابديتي اتعرضت لحادثه موت. وانا خارج مره من شغلي خبطني اتوبيس ونزفت دم من بقي. واخواتي قالوا خلاص ده بينتهي. ورحت في غيبوبه لتاني يوم، ولما فقت الصبح تاني يوم لقيت نفسي وشي متربط وفي حجره في سريرين في حجره في مستشفى فيها سريرين. زعلت من منظري ولقيت في السرير اللي جنبي على طول اختي وبتقول لي كنت مت وكلنا قلنا انك خلاص لانك كنت بتنزل دم من بقك. والموقف ده يعني خلاني احب ربنا قوي لانه انقذني وعايزني اعرفه وعايز يعرفني طريقه والسكه دي وما اردش اني انتهي ومش عايز هو مش عايز حياتي تنتهي واروح الجحيم. وفعلا عرفت ربنا. في نفس الوقت ده كنت محتاج ارتبط، قلت له يا رب عايز حد من يدك يقربني منك مش يبعدني عنك. عايز حد انت في قلبه وفي دمه وفي لحمه في حياته كلها، مش مجرد خادمه في الكنيسه. أيوة. لكن مش مرتبطه بيك ارتباط حقيقي. وكنت بقول له كده يا رب لو مش من يدك ما تسمحش بيه ابدا. وفعلا ربنا استجاب لي وحقق لي طلبي وارتبطت بزوجه ليها علاقه حقيقيه وحيه معاه. قربتني اكتر. قربتني اكتر وبيتنا بقى كنيسه. ده خلاني احبه قوي 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 لانه وقف جنبي وقف معايا وقف دايما معايا حتى لما كنت بعيده عنه كان واقف معايا. نشكر الله جدا. بالاختبار ده نشكر الله جدا. يعني مشاركتك مشجعة. حضرتك حكيت لنا على يعني مثالين رائعين. احنا هنعلق احياء على المشاركة بعد ما نخلص مع حضرتك. مرسي جدا، شكرا جدا على المشاركة. يعني رائع اللي حكاه اخونا. يعني هو بيحكي بتهيألي عن موضوع الحادثة. في ناس تقول حادثة وهي عدت وربنا نجاني وعدت، بس زي ما حضرتك قلت هو حد بيلاحظ. وده اهم حاجه ان الواحد بيرى من وراء الاحداث. يعني ياما ناس تحصل لها حاجات كبيره يقول لك صدفه. الحمد لله ويقول لك ربنا ستر بس كلمه وتعدي. في واحد يفكر وينتبه وياخد باله ويبقى قلبه كده من جوه، انت بتحبني كده؟ انت واخد بالك مني؟ هو زي بيقول دي حادثه موت. أي. طبعا. أي. دكتوره وفاهمه. أي. زي لما الدم يخرج ده يعني ممكن يكون مشكلة يعني تاني حياته. طبعا هم قالوا له شكل الموضوع كان يعني منتهي. ويمكن احنا وحضرتك كل مشاهدين مرت بحياتنا حاجات كتير جاز مش كده بالظبط، بس مين خد باله ومين عد؟ مين خد باله ومين عد؟ فهتكلم عن المرأة اللي كانت خاطئة اللي جت. طيب معلش يا باشمهندس. فيه هو غالبا موضوع محبة الله شاغل ناس كتير. معانا مهندس أليكس من كندا. مساء الخير. مساء النور، اتفضل حضرتك على الهوا. مساء الخير. ازيك يا دكتورة ايناس؟ اهلا وسهلا. مهندس الفريد. اهلا يا حبيبي، اهلا.
طيب انا الحقيقه لي بس مش استفسار لكن نقطه مش عايز اعديها بسرعه. كان يتكلم فيها الباشمهندس الفريد من ايام زمان والخطوبه والعلاقه اللي هي بالنسبه لنا احنا هي دي العلاقه السليمه، لكن الحقيقه الوقت ده مش بتاع زمان، الوقت ده كل شاب وكل شابه عايز يعيش او يقعد مع مش خطيبته، ممكن تكون لسه حتى ما اتخطبتش، وفي اباحيه جامده جدا. ولما بتتكلم في الموضوع ده بيقول لك للاسف لا انت اللي عايش في وقت زمان والدنيا اتغيرت، لكن احنا لازم نقول حاجه بالنسبه للناس دي، مفيش حاجه اسمها زمان ودلوقتي بالنسبه للصح والغلط، بالنسبه للقيم بتاعتنا، بالنسبه للي احنا اتربينا عليه. لكن للاسف كل جيل بيطلع بيبقى عنده سوري ان انا اقول كلمه اباحيه، بس اباحيه زياده في المواضيع دي لدرجه انها وصلت الى معاشره بين الشخص والشخص قبل ما يتجوزوا. فاحنا نقول ايه للشباب ده ونحاول نفهمه ان حاجه زي كده مش بتاعتنا وانها مش صح ازاي؟ يا ريت الباشمهندس الفريد يجاوب على النقطه دي. ميرسي يا دكتوره ايمن. تمام، شكرا على المشاركه جدا، شكرا يا باشمهندس. يمكن هو موضوع جايز مش 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 جوه قوي موضوع الحلقه، بس يمكن وانس أليكس خد باله من حضرتك كذا مره تاكد انه هو ده افضل طريقه للتعارف والارتباط. امين. هو يعني مما لا شك فيه ان مجتمعاتنا سواء في مصر او ولادنا واهالينا اللي سافروا بره بيتاثروا بالمجتمعات الغربيه. نقول ايه لشبابنا؟ الحقيقه محتاجين حاجتين، نحبهم، نحس بالظروف، ونتكلم من منطلقهم. لكن نقدر كرساله مختصره، الشباب بيحب المختصر. أيوة. فلو نقول له قارن ما بين الاسر اللي في المجتمع اللي انت بتحاول تتشابه بيه وصلت ليه. هل انت عايز في الاخر توصل لكده؟ ايوه. قارن بقى بالاسر اللي احنا بنقول عليها متخلفه او بتاعت زمان. مش انت تحب برضو ان اسرتك تبقى كده، اب وام واولاد وارتباط ودفى وعلاقه؟ بغض النظر بقى ده قديمه ولا ده جديده. أيوة. ده اول. أيوة. سؤال هو دي استاذن حضرتك نقطه جميله جدا. انه يعني نبص على نهايه العلاقه. اسمع في بعض المجتمعات في اوروبا ان الناس مش عايزه تتجوز، في احصائيه الامم المتحده بتقول احنا مش عايزين نتجوز، المجتمعات عماله تنكمش. ليه؟ أنا مش عايز أبقى مسؤول عن أولاد، أنا مش عايز أبقى مسؤول عن إنسانة. هل أنت تتمنى إن يجي وقت يبقى الزواج ده حاجة بعيدة ومفيش أسرة؟ طيب ماشي، حر وبتتحرك بتعمل اللي أنت عايزه، بص لقدام بعد شوية إيه؟ دي أول فكرة. تمام. تاني فكرة برضو وبسرعة عشان يمكن ده بره الموضوع، من فضلك شوف الجراح اللي بتتركها العلاقات المختلفة على نفسية الإنسانة والإنسان. شوف مدى الجراح اللي بتحصل بعد الهجر أو بعد الترك. إحنا حلوين مع بعض ومبسوطين مع بعض، سابتني أو سبتها. شوف اللي تساب الجراح النفسية اللي فيه قد إيه بتأثر عليه قدام. الكتاب المقدس لما وضب الخطبة والزواج ما كانش قصده مشروع من 2000 سنة، كان قصده مشروع حب يدوم. أو حب لا يدوم. حب يدوم. لو انت عايز تختار انك تعمل علاقة حب يدوم، امشي على السيستم بتاع الكتاب المقدس اللي تجرب في عائلتنا وأبائنا وأجدادنا وكل الناس اللي انت تعرفهم وجاي شايفهم دقة قديمة. بس انت بص للآخر بدل ما تمشي المشوار وتتفاجئ بنهاية ما تتمناش. لكن انت لو عايز تتمنى علاقات بدون ارتباط، بدون مستقبل، بدون عيلة، بدون حب، بدون انتماء، بدون التزام، برضو من حقك تختار، ما حدش هيفرض عليك حاجة. ده يعني تمام. حاجة سريعة برضو تمام. بس إجابة يعني هي مهمة جدا وكانت مختصرة، لكن فعلا أعتقد أنها وافية جدا. أمين. بس نقولها بحب. أيوة. وإحنا شايفين دنيتهم عشان ما يحسوش كأن إحنا يعني إيه بنفرض عليهم الفكرة يعني. تمام. طيب هنرجع، إحنا حضرتك كنت هتتكلم عن المرأة الخاطئة. مشهد يعني دافي قوي، انا شخصيا
بياخدني في حتة تانية. أنا متخيل كده أن رب المجد يسوع قاعد معزوم على غدا عند سمعان، وبعد كده فجأة دخلت واحدة ست كده كله بيبص لها بازدراء، يعني إيه دي الست دي سمعتها مش قد كده وماشية بطال. وفجأة ده كان اليهود الفرسين ما يردوش يسلموا عليها أو تلمسهم، ولو لمستهم وهي ماشية صدفة يروح يعني يغتسل وحاجة زي كده. ومتيجي بقى تلاقي المسيح هو بيتكئ، فكان بيبقى قاعد كده شبه على يعني على كوعه، وشبه عارفين صورة الاتكاء مش قاعد على كرسي. فتيجي عند قدمي من الخلف بدموعها تغسل رجليه، ومعها قنين الطيب تسكبه عليه وتمسح رجليه بشعرها وتقبل قدمي عدة مرات. ايه المنظر الغريب ده؟ ايه؟ فسمعان بقى الفريسي بيبص كده، ايه هو ده؟ لو نبي مش كان عارف ان هي دي امرأة خاطئة؟ ده احنا عارفين من غير ما نبقى انبياء، يعني هو لو كان نبي مش كان عارف. فهقرا بقى الكلمتين دول عشان متأثر انا بيهم. بيقول ايه؟ فأجاب يسوع وقال هي الأول بيقول ايه؟ فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسي قائلا، وما قالش ولا كلمة، والكلام اللي بقوله ده كان ايه؟ جوه نفسه. بس الروعة بقى، ودي عشان كده ببعت رسالة لأخويا، يقولك فأجاب يسوع وقال له يا سمعان. أجاب عن ايه؟ ده ما اتكلمش. أنا بجاوب على اللي بتفكر فيه، أنا بجاوب على اللي جوه قلبك. أنا زي ما بحبها بحبك، وزي ما مهتم بيها مهتم بيك. أنا ممكن لو حد تاني كان يسيبك تفكر كده وخلاص، يعني مش المعجزة إنه قرأ أفكار، المعجزة إنه أجاب على أفكار، اهتم وأجاب. وأجاب بلهجة تصالحية، بيقولك إيه؟ فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقول لك. فقال قل يا معلم. هو مش في باله إن هو ما قالش حاجة. فبيقوله إيه؟ كان لومدين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذا لم يكن لهم ما يوفيان سامحهما كليهما. فقال أيهما يكون أكثر حبا له؟ يعني هشرحها، يعني مين لو اتسامح بال500 واتسامح بال50 مين هيحب الراجل اللي سامحه أكتر؟ أكيد طبعا ال500. فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكم. وبعدين ثم التفت إلى المرأة، هو المسيح دلوقتي يتكلم سمعان فيس تو فيس كده وبيرد على إجابته. فجأة ثم التفت إلى المرأة واستمر في الكلام مع سمعان. بص بقى بيبص عليها وكأنه بيتأمل في بنت من بناته بارعة الجمال. بص بص الكلام اللي جاي، يعني يعني هو بيتكلم على بنت فخور بيها، دي المرأة التي كانت خاطئة، الكل بيحتقرها والكل مش عايز بيبص لها بقرب. بص بيتكلم ازاي، انا متخيل ابتسامة المسيح الهادية كأن اب فخور ببنته قوي عملت انجاز ما حصلش. بس بص الناس بص ازاي وهو بص ازاي. ثم التفت المرأة وقال لسمعان، اتنظر هذه المرأة؟ هو بصص للمرأة وبيتكلم سمعان، وعنيه الاي كونتاكت على مين؟ على المرأة دي. إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، أما هذه فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بالزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة، لذلك أحبت كثير. هي في الإنجيل مكتوب لأنها بس في الترجمة الأدق لذلك أحبت كثير، والذي يغفر له قليل يحب قليل. الله، ده المشهد اللي أنا بتكلم عليه. شوف تعاملاته في الكتاب المقدس وحبه ودفدفته على بنت كانت خاطئة ورجعت. على فكرة المرأة يقول الكتاب في بداية الشهد وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، يعني خلاص كانت خاطئة وتابت. بينما سمعان بيقول انها خاطئه، يعني هي مستمره في الخطيئه. لكن الكتاب كان بيقول انها كانت خاطئه، يعني كانت خاطئه وتابت. لانها هو حتى قال اللي اتغفر لها، وجايه ازاي ازاي يكون اتغفر من غير ما تكون تابت؟ بالظبط. وجايه تعبر عن محبات قلبها. الست دي لو سالتها ازاي عرفتي تحبي هتقول لك ايه؟ انا متخيل يعني طبعاً. هتقول ايه؟ هتقول كتير. هتقول ايه مثلا؟ هتقول كتير. قولي معايا كده، خلينا نقول مع بعض كده. يا ده بصيلي حبيني وانا زي ما انا، قبلني وانا زي ما انا، ما كانش حد بيرضى يبص في وشي حتى. بالظبط. ردي بيا ومحدش كان باصص لي، عبرني دلوقتي وكل الناس كانوا بتحتقرني. قبل كده كانت خطايا كوام،
سامحني وغفر لي وقال لي خلاص انت مغفورة لك خطاياك. ده من بدري، ده مش في الموقف ده، كمان هو أكده رب المجد يسوع في آخر اللقاء. هي جاية مديونة القلب، هي جاية مليانة بالشكر، هي جاية شعرة بحب. بس أنا عايز أسأل، هو المسيح لما غفر لها خطاياها هي شافت حاجة؟ لا، صدقته بالضبط عليك. يبقى إذن في دور كمان، رغم أن رب المجد يسوع كان بالجسد سائرا بينهم، لكن مثلا مش السماء اتفتحت زي أحد القديسين مثلا وشافت سجل أسود مثلا واحد من الملائكة بيمسح مثلا الخطايا، ما شافتش، لكن صدقت. وليه صدقته؟ لأنه هذا الشخص يليق به التصديق. عارفة لما يكون لك زميل في العمل أو زميلة عمرها ما بتكتب، عمرها ما حد شافها بتكتب، تقول الصح والصدق حتى لو ما عرفهاش، فلانة كانت موجودة قالت ده حصل خلاص، ده مش شطارة عندي، لا ده شطارة ليها، ده شطارة ليها. يسوع صادق جدا 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 جدا، عمره ما كذب. وقف في مرة لهم من منكم يبكتني على خطي، وبالتالي لما يقول لها خلاص، حتى هو أكد لها الكلام ده في الآخر، بيقول لها فقال المرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام. ده بيأكد خلاص ان مغفرتها تمت، هي ماشيه والدنيا مسعاها من الفرح. يا ترى انا لما بقدم توبه وبشعر ان السماء بتعزيني والسماء بتقبل توبتي وبعترف بخطيتي وبفرح كده، ببص مين اللي عمل كده؟ يعني ببص ان روعه الرحمه في اللي رحمني اكتر من نوع خطيتي وحدثها. أوضح أكتر، روعة الرحمة في اللي رحمني. بالظبط، الكنيسة لما بتيجي تقول كيريا ليسون بتقولها بالدفء، هي فاهمة هي بتعمل إيه. كيريا ليسون مش للحزن، كيريا ليسون للشكر والحب للي غفر لي واللي سمحني. عشان كده بتقولها كتير وفي أوقات كتير، وأحيانا في أوقات نجد إنه مش ملهاش لازمة. يعني مثلا في صلاة الإكليل المرد كيريا ليسون كيريا ليسون، ده الراجل هيتجوز يا جماعة والست هتتجوز. لا، أصل أنا فاهمة، فاهمة أنه هيستمر في رحمته. أنا الكنيسة اللي فاهمة، أنا اللي دريان، أصلا اختبرته، أنا بتكلم على حد مش قريت عنه مش سمعت عنه، أنا اختبرته. عشان كده لما بقول لأخويا تعالى، نقول له رب تعالى أدخل حياتنا، تعالى نختبرك مش نسمع عنك، تعالى نتعامل معاك ونقول لك وانت قريب هفهم اللي ورا الكلام، هفهم نظرتك، هفهم موقفك، هفهم خيرك. طبعا سمعان لا خد حاجة ولا هي خدت حاجة منظورة أو تتمسك بالإيد، لكن بالإيمان خدت كل اللي بتتمناه ومشيت فرحانة، مشيت عايشة في حبه ودايخة من كتر اهتمامه من كتر أبوته وحنيته. ده الموقف اللي أنا بتكلم عليه. حضرتك اتكلمت قلت في الأول في صفاته وتعاملاته ومحبته، هي شافت التلاتة. بالظبط. وثالث نقطة، أنا خايف الوقت يجري مني، بيخرجوا مع بعض خطيبين بقى، فبيخرجوا مع بعض وزي ما بيقول بتشوف بقى محبته وتعاملاته أسلوبه وطريقته، بتتكون ذكريات جميلة. في آية في سفر النشيد لذيذة بتقول إيه، تعالى يا حبيبي لنخرج إلى القرو إلى الحقل لنبت في القرى، عملوا يعني رحلة خروجة خطيب وخطيبته خارجين، لنبكرنا إلى الكروم لننظر هل أظهر الكرم بيلعبوا وسط الحقول، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هناك أعطيك حبي، هناك أعطيك حبي، هناك أعطيك حبي. مرات كتير في رحلة الحياة لما بحس بالرب يسوع قريب مني وبشوفه في مواقف حياتي المختلفة وبتبقى فيه ذكريات، والذكريات دي بتبقى بتستدعي الحب. واحد من الخدام بعد بيقول إيه، ذكرياتنا الجميلة في كل مكان، في البيت والشغل والكنيسة، في غرفة المعمودية، في اجتماع الصلاة المسائي قابلت الرب أول مرة ودي ما تتنسيش، وفي المكتب عندي ملفات كتير مكتوب عليها دي وقفتك وده إنقاذك ودي إيدك الحلوة طول السنين معاي. في البيت اختبار شراء التلاجة، اختبار إصلاح الغسالة وغيرها كتير معايا في الحاجات الصغيرة. رحلة حياتي مش هقضيها لوحدي، احنا مش هنعمل رحلة خطيبين ونرجع، احنا نعتبر حياتي رحلة والرحلة طويلة، والرحلة دي هتحصل فيها اختبارات، والاختبارات دي هفتكرها هكتبها هأيدها هذكرها هقراها مرة تانية عشان ما تتنسيش. كل ده بيكون طاقة حب،
كل ده بيبني علاقة حب بيني وبين هذا الشخص. أقول اختبار كده. اتفضل. بعتت واحدة من الخادمات بتقول إيه؟ بحب ربنا عشان وجدت فيه أحلامي وأمنياتي، بيحبني بلا حدود بلا شروط، مش بيطلب مني حاجة في مقابل حب. لما بغلط بيحبني برضو، مش بس كده، كمان بينفع لما أغلط أجري عليه واحتمي فيه، هو بيغيرني ويساعدني أتوب من عمق قلبي. مرة كنت غلطت غلطة كبيرة كان لازم يدني فيها، لكن العكس، وقف معايا وحماني ودافع عني. فاكرة التاريخ لأنه كان يوم فارق في علاقتي معاه، 22/3/2002، شفته بيسرع لإنقاذي من نتيجة ما كنتش هقدر احتملها. حسيته بياخدني في حضنه وبيقول لي ما تخافيش، كانوا بيقول لي أنا المسؤول. بحبه كمان عشان بيفهم أعماق، بحبه لأني بتمنى بأنه أبويا اللي بيحملني ويدللني، رفيق العمر وشريك الأيام. أيوه. بيخرجوا مع بعض وفي الرحلة فيها ذكريات. أمين. يعني هو زي ما حضرتك قلت، هي رحلة، وحضرتك المثل اللي قلته بتاع الخادم هو كل حاجة. احنا مع بعض في الحاجة الصغيرة، مع بعض في الحاجة الكبيرة، فاحنا عندنا ذكريات. صح. زي ما قلت الخروجات كلها احنا مع بعض بنتحرك مع بعض. صح. وفي حاجة كمان. ميل. انا عارف الوقت لا بيجري. اتفضل. في نقطة بيكون بينهم هدايا بقى، هدايا في عيد ميلادها، ما اكثر هدايا، في مناسبة، في ظروف. أيوه. بس هي عاقلة ان عاملة عندها في الدولاب بتاعها عاملة ظرفة اسمها ظرفة الهدايا. مش بتحط الحاجة وتزوغ وتضيع ومش عارف ايه، محتفظة بالهدايا من أول يوم خطوبة لغاية بعد 20 سنة جواز. تفتح لما يجي ولادها يكبروا تقول تعالوا شوفوا الهدايا اللي بابا جابها لي، ويبصوا دي. أيوه. بقى لها 10 سنين، دي 15. أيوه. سنة، دي دولاب الهدايا موجود، بتحط فيه الهدايا، بتشوفها من حين لآخر، بتفرح بيها، الحب بيتكوش فيه. أيوه. وبيسأل ازاي أحب ربنا. أيوه. كل ده لما بشوف حبه، شوف صفاته، شوف تعاملاته، شوف محباته، بيحصل ايه؟ حب بيتكون جواه. الكتاب بيقول كده، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسن. اللي بيحصل السلبي بقى ان ربنا بيعمل حاجات جميله لا بكتبها. أيوه. ولا بذكرها. أيوه. ولا بعمل لها اكزامبل تتنسي. الكتاب بيقول لا تنسي. ياما وانا بنسى. ياما فعلا عمل معانا كتير قوي واحنا بننسى. دولاب الهدايا ده على فكره ممكن يبقى انجيلي واكتب فيه تعاملات الله، وعدني وحقق، حصل منه كذا. احكي حد من الخدام بيقول كده، بيقول اكتر حاجه فرقت معايا وغيرت في حياتي وعرفتني ان ربنا بيحبني تعاملاته، بيديني وعود ويحققها، ولما بيديني وعود انا بتخض، معقول يا رب انت هتتدخل في الموضوع الكبير ده؟ والاب يتدخل، وعندي ازمه في الشغل ولا يحلها، ومواضيع ملهاش حل وتتحل. فيقول يعني لفت انتباهي ليه بشكل غير طبيعي، وبقيت اكتب كل الوعود حتى في الانجيل وتواريخها. أيوة. واكتب بعد كده مع التحقيق. لازم عندي دولاب للهدايا، ودولاب الهدايا ده بيبقى مصدر للحب والخروج الحب بشكل تلقائي. أيوة. لان زي ما قلت انا عندي مشكله ان الرب لا يرى، لكن عطايا ترى، عطايا وتعاملاته زي ما حضرتك قلت بالظبط ترى، يبقى صفاته وتعاملاته. أيوة. ومحبته، كل ده بيتشاف. في كمان رسائل. عندي وقت؟ اتفضل. في نقطة ايه؟ انه بيبعت جوابات. يعني احدى الجوابات اللي بيبعتها للمحبوبة يقول لها ايه؟ ها انت جميلة يا حبيبتي. أيوه. ها انت جميلة، عيناك حمامتان، كل الجميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. طبعا عروس النشيد قالت عن نفسها انا سوداء. ولكن حبيبي شايفني جميلة. سوداء ما اقصدش انها سمراء، سوداء يعني هي قالت كده، شمس التجارب. أيوه. لوحتني يعني، وان كان فيا لسه عيوب، وان كان لسه بنمو بكبر، كان لسه بتغير، كان لسه كاس بحبه، وكان لسه برفض الخطيه وجايز اتكعبل فيها وارفضها تاني، لكن هو مازال يراني كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيب. ازاي كده؟ بالحب، بالحب الشديد. الحب ده بيتلامس مع قلبي، بيستدعي حب آخر، لأن الكتاب بيقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. بس هل بلتفت للحب ده؟ هل بنتبه لي؟ هاجي لما أجي أقرأ مثلا نشيد الأنشاد أو بعض الآيات الأخرى، بحس أنه بيكلمني وأتجاوب معها وأصلي بيها،
أقف عند آية وأصلي بها؟ يقول الكتاب صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. الله، الكلام ده بياخد القلب، يعني أيوة. بيسحب من كرش، يعني ما نجريش في الإنجيل كده. دي الرسائل، احنا قلنا في هدايا بس في رسائل، في هدايا في رسائل، رسائله في كتاب مقدس مليئة بكل حب. حتى لما يعاتبني بحس انه باقي علي، واخد باله مني، مهتم بي، مش عايز الخطيئة تأذيني، مش عايزها تنال مني، مش عايزها تتعبني، مش عايزها تدمر حياتي، مش عايزها تخرب البيت، فأخد باله منه وسهران علي. الله، أنا بحبه لأنه بيحبني. ففي رسائل الحب، رسائل الحب. أمين. إحنا كان عندنا الهدايا وعندنا رسائل الحب. واحدة من الخادمات بتقول اللي خلاني أحب ربنا إن كان في خطيئة في حياتي وما كنتش بسامح نفسي عليها، لكن فوجئت لما رحت له إنه قال لي أحببتكم يقول الرب، غفر لي خطيئتي وقال لي إنه قابلني وبيحبني، وده خلاني مديون له وبحبه طول العمر. في حب بيوصل، في موجات من الحب الله بيرسلها، قد لا يرى ولكن بقلوبنا نراه، وبتعاملاته نراه، وفي مواقف نراه، وفي تصرفات نراه. فعايزين نعبر حتة إن إحنا لا نراه بالخطوات اللي إحنا اتكلمنا عليها واحدة واحدة. أمين أمين. هل إحنا كده خلصنا؟ لسه مش كده، فاضل ستة. أيوة. بتشوف تعاملاته مع أهله والناس اللي بيتعامل معاه، بيقول الكتاب المقدس كده: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبز. داود النبي مش بس شاف تعاملات الله معه، شاف تعاملات الله مع رجاله وأولاده في كل مكان. لما أفتح الإنجيل ولا وقفة ربنا مع داود النبي، هو ده نفس الشخص اللي بيتعامل معاه. لما وقفته مثلا مع كل القديسين بتاعه، هو ده نفس الشخص اللي بيتعامل معه. لما وقفته مثلا مع المرأة السامرية أو المرأة الفينيقية أو حتى مريم ومرسى أو حتى رجال الله بطرس وأولاده ونيقوديموس وتلاميذه وكل الرجال دي، ببص لأحب وأمانة وإخلاص وصدق ووفاء. الله، هو ده الشخص اللي أنا بحبه لأني شفت صفاته حتى مع الناس التانية مش معي. آخر نقطة بقى هي آخر إيه؟ نقطة. أيوه. يوم بعد يوم بتقتنع بيه وتحبه وبيتجوزه. كان عندي اختبار، يعني حد قال له على نقطة بشوف تعاملاته. بيقول إيه؟ بتقول يعني واحدة من الخادمات بتقول تعاملاته مع اللي إحنا قلناها بالنسبة للخطيب والخطيبة، إنه تعاملاته مع قرايبه، مع الناس اللي بيحبهم. بيقول إيه؟ اللي فرق معايا إن لما قريت الكتاب المقدس لقيت الرب يسوع بيحب الكل وبيقبل الكل الخاطي زي الكاهن، فحسيت لما بيحب الكل يبقى أكيد بيحبني، فبديت أصدق وأتجاوب مع الحب ده، حبه ملكاني. دي نقطة إبليس بيحاربني بيها، أنت مش هيحبك، أنت بتعمل حاجات وحشة، أنت ما تستاهلش، أنت بعيد، أنت مش كويس، أنت غلط. طب لما هو يقول أحب الله العالم بكل ما فيه، رب يسوع قال ما جئت لعدو أبرار بل خطاء للتوبة، وشفته عمل إيه مع الخطاء الأشرار زي المرأة الخاطئة وزي السامرية وزي ما شفنا الأشرار والناس اللي كانت بعيدة عن ربنا، ويتكون عندي إيه؟ توقع، بيحبني زي ما بيحبوه، زي ما حب دول بيحبني. وكده تحصل بقى الجوازة أو تحصل بقى العشرة، أو الحب يزداد بقى يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. بس افتكر صفاته وتعاملاته ومحبته، انفتح عليها. أمين. أمين. شوفها، حس بيها، اكتبها، ايدها، احتفظ بيها، فكر فيها، انشغل بيها، هتلاقي الحب بيطلع بشكل طبيعي من غير ما تعمل حاجة. أمين أمين. الحقيقة احنا بنشكر أخونا اللي بعت السؤال، لأنه زي ما قلت هو السؤال هو سؤال العمر كله. أمين. وأعتقد كل حد فينا تبارك النهاردة، حتى جايز اللي ما كانش فكر في السؤال، بس اتبارك بأنه يعني يكون بيفتح قلبه تاني لله، يكون بيأيد زي ما حضرتك قلت انه لا ننسى، لا ننسى كل تعاملاته. متشجعين جدا نكون بنصلي. أمين. جايز. أمين. اتمنى يكون اخونا معانا ويكون بنصلي انه محبه الله تنسكب فعلا في قلوبنا وتتفتح قلوبنا على المحبه. إيريني معانا صح؟ تفضلي إيريني. بسم الاب والابن والروح القدوس الاله الواحد امين. اشكرك وابارك اسمك يا من أحببتني وأرسلت ابنك يسوع كفارة عن خطيئتي. أشكرك عشان أنت اللي ابتديت بالحب، أنت اللي حبتني أولا وبتعلن لي كده: قد صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. طول الوقت رب شايفني جميلة، بتقولي كده: ها أنت جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة.
أنا النهاردة بطلب مع أخونا صحة السؤال إني أقبل وأتجاوب مع محبتك، أبدلك حب بحب، عاوزة أتعرف عليك، عاوزة أقعد معك أوقات أطول، أطلبك تدخل حياتي عشان أعرف صفاتك الجميلة الطيبة. لما هعرفك رب هأعجب بيك، جمالك هيبهرني عشان أنت أبرع جمال من كل بني البشر. عاوزة كمان يا رب ألتفت لتعاملاتك العظيمة معايا، عاوزة أتأمل فيها وأفكر نفسي بإحساناتك وبكل الخير اللي بتعمله معايا، وبإيمان أشوفك أنت وأشكرك. أشكرك على الحب والاهتمام، أشكرك على عطاياك وعلى هداياك، على كل مرة سندتني وسترتني وأنقذتني، كل مرة أنت اللي حسيت باحتياج عميق عندي وسددته قبل حتى أنا ما أطلبه. أشكرك رب وبفتح قلبي لعمل روحك القدوس عشان محبتك تملى كل كياني، وأطلب منك رب كده إنك تستلم حياتي وتسلمها لك رب، وأنا مطمنة أنت رب فعلا الحبيب والصديق الأصدق من الأخ. عاوز رب أرتبط بيك وألتصق بيك بعهد أبدي ما ينتهيش أبدا، عاوز أثبت في محبتك، أثبت فيك وأنت تثبت فيا، لأنه مكتوب إنه الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. من فضلك رب تسمع وترتكب مع صلوات جميع قدسيك. أمين أمين. مس ألفرد، بعد ما استمتعنا بمحبة الله خلينا ندخل في بعض الأسئلة العملية. وسؤال عن البركة، ليه أحيانا أحس، والسؤال ده أوصل لنا أنه ليه أحس أحيانا أنه كأنه جيبي مخروم، يعني بحسب تعبير أحد الأشخاص قال كل ما قرش يجي يروح اللي جاي رايح، ليه؟ خليني أقرأ لك حاجة من الكتاب المقدس يمكن توضح الموضوع. في سفر حجي تقول: زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس للشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفعون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. زمان ما كانش يحطوا الفلوس في جيبهم، كان لهم كيس بيحطوا على وسطه كده ويحط في كيس الفلوس. فبيقول نفس التعبير اللي انت بتقوليه بالظبط، يقول والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. منقوب، منقوب يعني مسقوب، يعني مخروب، يعني والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس مسقوب أو منقوب أو مخروب، نفس التعبير اللي في السؤال. طيب ليه؟ ليه؟ نكمل. كتاب مقدس أروع حاجة ربنا ادهلنا بعد روحه القدوس، كلمة الله اللي هي بتجاوب على كل سؤال ممكن يخطر على بالنا إحنا، ولا حتى بعد 1000 سنة لو استمرت الحياة، لأنه كلمة الله الحية. يكمل يقول بعد كده، ده حج 1:6 1:7: هكذا قال رب الجنود، اجعلوا قلبكم على طرقه. لو ده بيحصل معاك أول خطوة إيه؟ اجعل قلبك على طرقك. يعني إيه؟ يعني راجع نفسك، راجع طرقك، يعني قلبك يحكم على طرقك، يعني اقعد قعدة كده بينك وبين الله في جو هادئ، افتح كلمة الله، طلع أجندة جنبك، راجع، اجعلوا قلبكم على طرقكم وراجع على سكتك. إيه اللي فيها مسبب كده؟ إيه اللي فيها مخلي هذا الكيس المنقوب أو هذا الجيب الإيه المخروم؟ إيه الحكاية؟ حاجة زي ما تكون كسر البركة، كسر سرقة بقى، بتستنزف يعني، حاجة بتتسرق. هكذا قال رب الجنود، اجعلوا قلبكم على طول. أول خطوة أقعد أشوف إيه الحكاية. ما مش هتستمر الحكاية دي على طول وأنا ساكت، يقول لك إيه أنا مستحمل. لا، مش مستحمل، من الطبيعي إنك أنت ابن ربنا تكون متبارك. كون إن الفلوس بتتسحب منك كده وأنت حاسس إن زي ما يكون جيبك مخروم، ده مش وضع طبيعي. أقولها مرة تاني، لو انت ابن ربنا مش وضع طبيعي ان جيبك يبقى مسحوب، مش وضع طبيعي ان اللي جاي رايح، مش وضع طبيعي انك تبقى مش عايش البركه. ارجوك تكون واضح مع نفسك، ابن الرب متبارك، ابن الله متبارك. ما تقولهاش كل الناس كده، ما دي الظروف، اصل دي من فضلك ما تبررهاش. انت من حقك غير كده خالص، انت من حقك ان خيرك يكون موجود وبركتك تكون موجود. فكون الاول ايه، اجعله قلوبكم على طرقكم، يعني ايه؟ حط النقط على الحروف. طيب ده عدد 7، عدد 8 ايه؟ طب نعمل ايه يا رب؟ اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت. الله، يا رب بقول لك جيبي مسقوب، تقول لي ابن الكنيسه وابن عمل الله واشتغل في عمل الله، انا بقول لك جيبي مسقوب،
ايه العلاقه بينهم يا رب؟ دخل بالك ده 7 8 اللي بقرا بالتسلسل على طول. فبيأكد بعد الكلام عدد 9 انتظرتم كثيرا واذ هو قليل، بيأكد نفس الكلام اللي قاله. ولما ادخلتموه البيت اقل، لم لماذا يقول الرب؟ لاجل بيتي الذي هو خراب وانتم راكدون كل انسان الى بيته. ياه، يعني هو هنا بيقول انه عدم اهتمام شعب الله في الوقت ده ببناء البيت، ببناء الكنيسة، ببناء مكان لعبادة الله، مكان لنشر ملكوته، مكان لنشر كلمته، ده ممكن يكون جرأ العدو انه يثقب الكيس ويسرق البركة وياخد الخير اللي عندي. جرأ العدو انه يعمل كده، خلاه ياخد جراءة عليا، المفروض انه ما يقربش مني، المفروض انا في حماية الهي، المفروض ان كيسي ما يبقاش مسكوب، بل بالعكس كيسي يبقى متبارك. فهو هنا الكتاب بيقول لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان لبيته. في الظروف اللي احنا فيها دي يعني ممكن أنا أكون إيه، عايز أوضب البيت، عايز أجيب حاجة جديدة، عايز أغير العربية، عايز أعمل مش عارف إيه، كويس حلو طبعا واحد ياخد بيته. طب وماذا عن بيت السماء؟ لا ده موضوع ما يخصنيش. لا إزاي ما يخصكش؟ طب ما أنت بتقول أنا محتاج لحماية السماء، محتاج لبركة السماء. بص اللي بعدها بيقول إيه؟ لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها. إبليس عايز يسرق وينهب. طول ما أنا بحط ربنا نمرة واحد، ده مش معنته إن أنا بتلغي، ده بل بالعكس أنا ببقى في الحماية، ببقى في الرعاية، ببقى في الوقاية، ببقى في البركة. طول ما أنا بمشي بطريقة العالم، أنا الأول وربنا نركنه من وراء، هو ربنا مش محتاج مني حاجة. ولما ربنا بيبقى في الأول، أول ما إبليس بيجي يهاجمني بيواجه الله فيهرب. أيوة. لما أنا ببقى في الأول، أول ما إبليس بيجي يواجهني بضعف، أنا بكل ضعفي أنا اللي قدامه. فلما ربنا بيقول خليني نمرة واحد، مش عشان ياخد مني حاجة، مش عشان عايزني أبديه على نفسي، لكن عشان أبقى في الصدارة. فأنا بقول يا رب أنت نمرة واحد، إبليس جاي يجد الله يهرب. يا رب بيتك نمرة واحد، إبليس جاي يهرب. يا رب عملك نمرة واحد، إبليس جاي يهرب. لكن لما أنا بمشي بالمقلوب، ببقى ورا قدام وقدام ورا، يبقى معنى كده العدو لما يجي هينقب، هيسرق، هيقفل، هيغضب، هيسلم. أنا مش للسلب، أنا مش للسرقة، أنا للبركة. فالكتاب المقدس هنا بيقول إيه السر؟ قد يكون السر حسب ما شرح كده الكيس المسقوب ده إشارة إن أنا مدي أولوية لبيتي على بيت الله، فتكون النتيجة إن بيتي هو اللي في وش المدفع، بيت الله ما يجرؤش عليه. أنا مش بقول ناخد 9 أعشار لبيت ربنا وآخد العشر ليا، بقول لك ضاع العشور لله في الأول. وهنا مش بيتكلم على الفقر رغم أهميته. على فكرة هنا بناء البيت يقصد هبني كنيسة طبعا، هدعم قناة فضائية، ما دي كنيسة فضائية. مصاريف التجديد بتاع الكنيسة، أبونا قال يا جماعة احنا مضطرين ننكس الكنيسة، الكنيسة دي عايزة تتوضب، في دكك للكنيسة. المهم هنا بيتكلم على بيت الرب والصرف عليه وتجهيزه، مش بيتكلم عن إخواتنا القديسين اللي مهمين. بس الشاهد ده مش بيتكلم، مش بيتكلم كده. وحضرتك كمان شرحت، انا كنت هسأل حضرتك بتتكلم انه لازم يكون الله في الاول، فما فهمتش بشكل عملي يعني يعني مصاريف بيتي كل الكلام ده، بس حضرتك بتتكلم على الاقل على العشر. بالظبط، ده بيوضب لانه بيخليني ابقى عايش بالايمان، بيت ربنا نمره واحد وما انا في حمايه ورا، زي ما يكون بيتي صغير كده وبيت ربنا كبير، فيجي يلاقي بيت ربنا متحصن متاسس يتكسر عليه، ما يقدرش يطلع. فاللي وراه بيتي متحامي، فأنا بيتي متحامي لأني حطيت ربنا نمرة واحد، وضعت الرب أمامي في كل حين، نوع عن يميني فلا أتزعزع، أنا حطه في الأمر. كون إن أنا أكون بطلع العشور مثلاً أول حاجة، ده علامة إن أنا حطيت ربنا في الأول؟ هو ده اللي قاله الكتاب المقدس في حجي بالظبط، أنتوا جريتوا كل واحد على بيتكم وسبتوا بيت ربنا، طب لو عدلت الصورة وحطيت بيت أتوا بخشب وطلعوا، هطلعوا الجبل هاتوا خشب وابنوا بيت الرب، هيطلع الوضع الصحيح. بيت الرب محطوط في الصدارة، وربنا قبل كل شيء محطوط في الصدارة. مين يقدر يسرقني وأنا في الحماية دي؟ مين يقدر يخترقني؟ مين يقدر يسلبني؟ مين يقدر ياخد الكيس بتاعي أو الجيب بتاعي أو الشيء اللي بحطه فيه فلوسي؟ مين يقدر يعمل كده وأنا حاطط بيت ربنا نمرة واحد وربنا في هذا البيت؟ مين يقدر يعمل كده؟ هو محدش يقدر، لكن مفيش استثناءات. يعني لما نكون في زمن كورونا، حضرتك عارف ان هو مؤثر قد كده على
الدخل المادي بتاع كثيرين مننا. يعني احنا ممكن نعوض يعني، بس نعدي الأزمة دي. يعني الأزمة ممكن تكون طاحنة على البعض. فهل ممكن يعني احنا هنشارك وهنشارك في عمل الله وهنشارك في بنى البيت بس نعدي الأزمة؟ خلينا أقول كلمة عشان أنهي الموضوع الأولاني برضو أدخل في السؤال الثاني. قداسة البابا شنودة بيقول لي المال الذي لا تدفعه في العشور هو مأذول، لأنك سلبت فيه الرب. أقولها مرة تانية، المال الذي لا تدفعه في العشور هو مال الظلم، لأنك سلبت فيه الرب. وده اللي قاله كتاب، سلبتموني قال الرب. فأنت يعني عايز تعيش بالسرقة وتنتظر الحماية؟ سلبتموني، وسلبتموني حضرتك بتقول ده يخص أول سؤال، بس واضح أنه يبدو كمان ممكن يخص تاني سؤال، لأنه هو هي العشور الحقيقة في كل وقت هتبقى سواء كده سواء كده. هو ده دي بتاعة الله. هو بعضنا بيقول دي عشوري، ودي يعني كلمة مش دقيقة قوي يعني. لأن الكتاب المقدس قال العشور دي قدس للرب. قدس للرب كلمة تعني قدس التقديس أو التخصيص. لما نشوف ده مقدس يعني مكرس يعني مخصص. يعني دي طلعت من فلوسي وبقت تبع فلوس ربنا. ما مدش ايدي عليها. العشور ما مدش ايدي عليها. التقدمة ما مدش ايدي عليها. البكور ما مدش ايدي عليها. الحاجة اللي طلعتها ربنا دي بتاعتي. أنا هجاوب برضه على السؤال، هل نؤجل في الظروف الصعبة زي ظروف كورونا اللي احنا فيها ولا ما نأجلش؟ لو احنا فاهمين سر العشور هنفهم إن العشور مش حاجة بقدمها، دي حاجة باخدها. العشور مش حاجة بقدمها، حاجة باخدها؟ بالظبط، لأن لما بقدم العشور باخد البركة. طب أنا في زمن كورونا محتاج بركة ولا أأجلها لبعد كده؟ لا، ده أنا محتاج البركة بزيادة. ده أنا محتاج بركة مضاعفة، وده اللي ربنا بيعمله. إذن قداسة البابا بيقول كلمة تاني، بيقول إيه؟ يشترك الله في مالك لكي يباركك لا ليأخذ منك، فهو مصدر لكل غنى، ويشترك في مالك لكي يشركك معه في عمل الخير الذي يمكن أن يقوم به وحده، ولكن من تواضعه يحب أن يتم هذا الخير بواسطتك. يعني ربنا بيشاركك علشان يباركك، مش بيشاركك عشان ياخد منك. ربنا مش سهل عليه مثلا أي كنيسة عايزة تتعمل أبونا يخش ويصلي ربنا ينزله مثلا كيس فيه فلوس أو ذهب أو فضة، أمر سهل يعني، أمر سهل جدا على الله. بس طب أنا هتبارك إمتى؟ إذن في زمن الصعوبة وفي زمن كورونا أنا وكل واحد فينا يحتاج إلى بركة مضاعفة. إذن يقدم العشور القليلة فيتبارك اللي موجود بركة مضاعفة، لأن الله ناظر وشايف بالسم. حضرتك قلت يعني جملة، يعني جملتين الحقيقة أنا وقفت قوي قدامهم. أول حاجة إنه أنا مش بقدم العشور، أنا لما بقدم العشور مش بقدم، أنا باخد. أنا باخد البركة اللي أنا في ظروفي دي بحتاج لها. يعني ناس كتير قديسين مباركين يقول لك لما اتغمق وسعها، معلش هي التعبيرات كده، يقول لك لما اتغمق وسعها الكنيسة. يعني اتغمق يعني لما إيه؟ الضيق، لما الدخل يقل، الأرض يحصل لها حاجة، تحصل ظروف ماديا، لما اتغمق وسعها على الكنيسة. يعني إيه؟ يعني لو كنت بتدي، هم في تعبيرهم ادي لهم أكتر هتفك. هم نعرفوا بالاختبار حاجة كتيرة احنا محتاجين نتعلمها، وده بالإيمان واختبروه بيعشوا. احنا بقى المثقفين الدارسين الفاهمين نريد أن نتعلم من كثيرين من البسطاء أساتذة في الإيمان. أيوة. وبيعلمونا حاجات. أما أيوة. الضيق وسح على الكنيسة، وسح على خدمة ربنا هتفك، وهو متأكد من اللي بيقوله ده. ليه؟ لأنه اختبره وشافه مرات كتير. أنا عايز أصدق كده، ولما أصدق هختبر، ولما أختبر هفرح مش بس هتبارك. أمين. حضرتك قلت كمان جملة تانية، قلت إنه أنا لما بشارك بتبارك. أمين 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 أمين. طيب، بمناسبة حضرتك بتتكلم، الشاهد اللي اتكلمت اعتقد ده كان في سفر حجي، مش كده؟ على بناء البيت. يعني احنا عندنا ذخيرة من الآيات اللي تشجعني جدا على العطاء، بالذات في مجال إخوة الرب القديسين. يعني كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، وطوبى للرحماء لأنهم يرحمون. يعني عندنا كم من الآيات والبركات اللي تشجع جدا جدا على إنه نكون بنهتم باحتياجات إخواتنا، ودي حاجة بتشجعنا نمشي في السكة دي بقلب طبعا. بس جايز ما عندناش نفس الرصيد من البركات
اللي يقول قد ايه خدمه بيت الرب، خدمه دعم الكنيسه، سواء الكنيسه الفعليه اللي انا بروحها او الكنيسه الفضائيه، ما عنديش جايز كم البركات او الكلام او الايات اللي تشجعني اني امشي في ده بقلب برضه. طيب انا هقول بعض الحاجات فضل. يعني هو لما رب المجد يسوع اتكلم وقال انه الا واخذ 100 ضعف، عارفين الايه اللي بتقول من ترك كذا كذا ياخذ 100 ضعف، كان بيتكلم على عطاء لاخوه الرب او عطاء للمحتاجين، ولا كان بيتكلم على ايه؟ لا ده انا على قد ما انا فاهمه كان من ترك لاجلي، صح؟ وحاجه كمان ولاجل الانجيل. برافو عليك. هقرا الايتين مع بعض يوضحوا الموضوع. في مرقس 10:29 يقول فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او امراه او اولاد او حقول لاجلي ولاجل الانجيل الا ياخذ 100 ضعف. هنا حط رب المجد يسوع ان المكافاه العظمى اللي هي 100 ضعف 100 ضعف ده حاجه فظيعه جدا. يعني لو حطيت مثلا 1000 جنيه يبقى 100 ضعف ما اعرفش تعمل كام، يعني تبقى 100000 يعني 100000. فلما حط المكافاه الفظيعه دي ما حطهاش لخدمه اخوه الرب رغم اهميتها، لكن حطها من اجلي ومن اجل الانجيل او من اجل انتشار الانجيل. من ترك كذا او كذا او كذا او كذا او حقولا، يعني اصل في الاول حضرتك يعني يمكن اعتقد كان في الاول اشخاص، يعني كانه لا ترك بيتا واخر واحده حقولا وبينهم علاقات. بيت معايا بيت جايز كنا في الاول نفتكر ان الايه دي اكتر على مثلا المكرسين او الخدام اللي هم بيسافروا مثلا عشان يكرزوا او كده، لكن حضرتك بتقول لا ده اول ترك كان للبيتا بيت والحقول والحقل. والكتاب المقدس يشرح نفسه ان في بدايه الكنيسه الاولى لو تفتكر حضرتك كانت الناس بتبيع بيوتها وتقدمه لخدمه ايه؟ لخدمه الكنيسه، وبتبيع حقولها وتقدمه ليه؟ لخدمه الكنيسه. فالكتاب هنا بيتكلم على نوعين من الترك، ترك العلاقات، وجاز مش ضروري ان انا اسافر بس ادي اولويه لخدمه الانجيل. وفي كمان الترك المادي، انا مش بطالب الناس تبيع بيوتها وتقدمها، وانا مش بطالب نفسي بكده برضه عشان الواحد ما يقولش يعني كلام يعني يعلي كده يعني، او مش بطالب نفسي ان انا ابيع شغلي واقدمه لربنا، بس بطالب ان ادي العشور عشان الانجيل واتوقع بركه 100 ضعف. 100 ضعف، وزي ما بقول 100 ضعف دي حاجه يعني الواحد يعني صعب ان هو يتخيلها. دي احدى بركات اني اساهم في انتشار الانجيل. انتشار الانجيل ده جاز انا مش قادر ان انا اقوم بيه، يعني مش قادر اطلع رحلات تبشيريه مثلا في افريقيا، مش قادر اطلع رحلات كرازيه مثلا مش عارف فين، لكن قناه الحريه وقنوات الفضائيه قادره انها تقوم بهذا العمل، ان الانجيل يوصل لكل اللي محتاج له. طيب هل انا بساهم بكده؟ بساهم وبتوقع ان الرب يعطيني ايضا 100 ضعف. 100 ضعف. امين. طيب يعني يمكن ما كانتش الايه مفهومه بالشكل ده حضرتك كده، يعني عشان تكون قدامي هذه البركه وانا بقول انا محتاجه دافع ومحتاجه اشوف قد ايه الخدمه دي غاليه على قلب الله، فاعتقد الايه دي كده واضحه جدا. صح. في حاجات تانية مثلا يعني مين فينا ما بيحلمش ان يوم من الايام يكون بمجد بابا الاب؟ طبعا. مش كده؟ طبعا. حلم الواحد يمكن بيحلمه بيفكر فيه مشغول فيه يعني حاجة كده. في آية جميلة بقى بتقول إيه؟ بهذا يتمجد أبي. يلا خلونا نبتدي إيه؟ نتشجع نعمل إيه؟ أن تأتوا بثمر كثير. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير. الله. أنا مش بتكلم على مساعدة إخواتنا القديسين، أنا مش بتكلم عن إخوة الرب المباركين ولها أهميتها ولها آياتها، لكن أنا بيتكلم الآب يتمجد بأن نأتي بثمر. نفوس بعيدة ترجع، نفوس من الحزن، نفوس من الضياع، نفوس من اليأس، نفوس من الإدمان، نفوس من التعب، نفوس من الانفصال بين الأسر، نفوس من الصراعات التي لا تنتهي، نفوس ترجع من متاعب نفسية، من اكتئاب، من ضيق. أن تأتوا بثمر كثير. ليه ما كنش جزء في عمل الله ليأتي بثمر كثير؟ ليه ما يجيش يوم أشارك في مجد بابا الأب؟ ليه مش الشهوة اللي جوه قلبي تلاقي لها فرصة النهاردة
انا عرفت هعمل ايه. انه الثمر الكثير اللي حضرتك كنت قلت لنا قبل كده انه القنوات الفضائيه عندها فرصه انها توصل لكثيرين. أمين. توصل أمين. لملايين. أمين. فلو انا فعلا جت فرصه انه اكون بشارك في هذا العمل واكون كده من ضمن اللي بياتوا بثمر كثير ومن ضمن الناس اللي تمجد بابا الاب، وده شيء يعني اعتقد ناس كتير جوه قلوبهم شوق غامر يعني طبعا. بعد اللي عمله وبعد حنيته وبعد طيبه قلبه وبعد التجسد والفداء والصليب والاهتمام والرعايه، الواحد بيبقى عنده حته كده نفسي اكون بشارك في اني امجد بابا الاب. طب ازاي؟ بهذا تمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير. امين. يعني عندنا اول حاجه 100 ضعف، وتاني حاجه عندنا ثمر كثير كمان. في حاجه كمان، في حاجتين، اللي بيشارك ماديا في خدمه النفوس بيفرح بمكافآت السماء ويكون بيشارك الزارعين او الحاصدين. الكتاب بيقول ايه؟ الحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد. طب مين الزارع؟ اللي بيحط كلمه الله. مين الحاصد؟ اللي بيجيب النفوس للكنيسه. طب انا جايز مش بعمل كده وبعمل كده، حلو، وجايز مش قادر اعمل كده واعمل كده، طب اساعد. اساعد. طب اساعد اللي بيعملوا كده وبيعمل، اللي بيزوروا كلمه الله اساعدهم ان توصل لكل الناس، واللي بيحصدوا بيجيبوا النفوس البعيده اللي تعبانه الحزينه لغايه كنيسه الله. هو في زارع وفي حاصد، ويقول الكتاب لكي يفرح الزارع والحاصد معا. امين امين. ده كده تالت بركه. امين. تالت الفرح بركة. طب استاذن حضرتك، بس احنا وصل لنا سؤال، في سؤال بيقول لو في أسرة محتاجة وبتكمل قوتها من مشاركات وعطايا الآخرين، هل مطلوب منها تطلع برضو العشور؟ إجابتها مختصرة يعني لو فضل. الأسرة دي نفسها في بركة تدفع العشور. زي بقول لك أصل العشور مش حاجة، صدقيني اللي بيختبر كده يعني بيحكي، العشور مش حاجة بقدمها، العشور دي حاجة أنا باخدها، العشور مش حاجة أنا بطلعها من عندي، العشور دي حاجة أنا بزودها عن عندي. أول كلمة كنت قلتها قبل كده قداسة البابا شنودة كان بيقولها، وكانت يعني ليها معنى الصراحة، بيقول كده لذلك قد يقول أحدكم كيف أن مرتبي كله لا يكفي وأدفع منه العشور، يمكن نفس الحالة. فنقول له التسع أعشار المتبقية بالإضافة إلى البركة أقوى من المرتب كله بدون بركة. يعني أنا هنا معايا 10 وهنا معايا 9، بس 9 زائد البركة أكتر من 10 من غير البركة. وأحب إن اللي بعت السؤال ده يبعت لنا المرة اللي جاية أو اللي بعدها ويقول إنه اختبر كلام ربنا اللي قاله إزاي إن البركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. أمين. طيب حضرتك قلت لنا 3 بركات، 100 ضعف وهنمجد بابا الآب وكمان هنفرح وهنساعد الزارع والحاصد. تمام. في حاجة كمان، هو أنت لما تشارك في إن السماء تفرح تتخيل الملائكة هتبقى عندهم بالنسبة لهم إيه؟ شخص لازم يردوا لك الفرحة، مش كده؟ الملائكة ترد لي الفرحة؟ طبعا الكتاب بيقول كده هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. طب لما أنت تكون سبب في أنك تفرح أهل السماء، أهل السماء الملائكة والقديسين. أيوه. حتى في لوقا يقول ايه؟ هكذا يقول لك اقول لكم يكون فرح قدام ملائكه الله بخاطئ واحد يتوب. تفتكر الملائكه بقى هتعتبرها لك جميله ولا لا؟ فرحتهم. ما تصدق بقى ربنا يروحوا لابني ده طيران، طب ممكن اروح معاه؟ طب ممكن نروح كلنا؟ ايه؟ عايزين نفرحه، ما ده فرحنا وبيفرحنا. ايه رايك؟ تكون شريك في انك تفرح الملائكه والقديسين والسماء وطبعا ربنا قبل كل ده. وهل تتوقع لما تفرحهم انهم هيقولوا خلاص ده فرحنا مفيش مشكله، ولا هيبقوا منحازين ليك؟ طبعا مش من ورا ربنا لا طبعا، ما هو الرب هو اللي بيبعت هو يرسل ملائكته. انا عايز ابعت لابني بركه 3 ملائكه يجوا مش واحد بس، هم نفسهم يخدموك. ليه؟ اصلك فرحت السماء. ده ليه ما تشاركش في كده ان خاط يتوب او واحد يرجع او واحد بعيد او واحد في ادمان او واحد في ظروف وحشه او واحد في خطيه شريره ويرجع؟ اقصى ما اي حد فينا يتمنى يعني، لان فرحه الاب السماوي برجوع كل شخص بعيد ليه دي الحقيقه الدنيا وما فيها. امين امين امين. مشاركتي
في الحاجات دي بتدي وسع. يعني احنا فاكرين في مرة كنا قلنا ان يمكن اكبر كنيسة الواحد شافها بتشيل مثلا 4000 واحد او دي الكنائس العملاقة يعني او 5000 فرد. طيب احنا بنشوف كده في الحرية عدد المشاهدين احيانا على حلقة واحدة بيزيد عن مثلا عشرات الالوف او مئات الالوف. كنيسة كنيسة بس كنيسة انا مش شايفة. انا بدخل اي كنيسه واشوف العدد الكبير ده فرح قوي جدا. طب ما تشوف بالايمان برضو وديك بتسمع وتشوف وتخش على النت وتشوف المشاهدين، تخش مثلا على الفيسبوك وتخش تلاقي 6000 و3000 و4000. الله ده اللي شافه على الفيسبوك غير اللي شافه على اليوتيوب غير اللي شافه على التلفزيون، وده بيبقى ارقام كتيره اكتر من كده واضعاف كتيره اكتر من كده. الالاف دي كنيسه، كنيسه بتاخد من ربنا وتوصل وبتاخد من الشعب وتوصل. والحرية حلاوتها أنها مش بس بتكتفي أنها تقدم لشعبها، بتاخد طلبات شعبها في يلا نصلي في برامج أخرى، برامج صلاة، تاخد أتعبنا وتاخد مشاكلنا وتحطها على منبر الله وتصلي بينا وتصلي معانا. سمعناها وتشجعنا بيها جدا. فقصد أقول شيء جميل، في أكتر من برنامج رائع، الحرية مهتمة جدا تصلي بينا وتصلي عنا وتصلي عشاننا، مش بس تدينا يعني تعليم واستنارة وخطوات وفهم وروح وحياة، وكمان تعالوا يلا خدوا خدوا سندة وخدوا صلوة وخدوا رفعة. وبنشوف استجابات غير عادية. إذا الكنيسة كنيسة فيها قدس البابا زي ما قلنا قبل كده، فيها أساقفة، فيها كهنة، فيها قديسين، في مباركين، في خدام جدا. فكنيسة كنيسة مش بنقدر، وبيجيها قدس البابا نقدر كل أسبوع. غير الأساقفة والبركة اللي احنا بنشوفها من الأباء الكهنة كمان. فهي كنيسة متكاملة غنية تقدم الكثير. يفرحني ويسعدني أني من خلالها أكون بجعل ملائكة الله في السماء يفرحوا. أمين. طيب يعني ده كده يعني حضرتك قلت لنا 4 أو 5 بركات بس دلوقتي، واعتقد جايز لو كان في وقت جايز كنت حضرتك شاركتنا باكتر، بس احنا عشان ضيق الوقت احنا محتاجين الحقيقه يعني حاسه محتاجين نصلي انه المعاني دي تملانا. امين. تملانا ونصدقها. ونصدقها كنت لسه هقول تملانا ونصدقها ونعيش بيها. اختنا رندا معانا مش كده؟ اتفضلي يا رندا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب اشكرك انك بتنور طريقي وتفهمني اسرارك. النهارده انا مصمم اني اكون من المشاركين في عملك. يمكن ما اكونش عارف ازرع، لكن هشارك مع اولادك اللي بيزرعوا. هساند واصلي وادعم باللي عندي واحصد معاهم اجره وفرح سماوي يملا قلبي، لانه مكتوب والحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد معا. هقدم من خيرك المادي اللي انت باركتني بيه، وهشارك وهفرح السماء برجوع نفوس كتيرة ليك، لأنه مكتوب يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. عايز أكون جزء من عملك ووصول الإنجيل وبشرتك المفرحة لكل المحتاجين. هترك من أجل الإنجيل أكتر كمان من عشوري في الحملة دي، وانت هتبارك أضعاف حسب وعدك اللي بيقول ليس أحد ترك أي حاجة لأجلك ولأجل الإنجيل إلا وأخذ 100 ضعف. من زمان وكان قلبي أمجدك يا بابا الآب، خيرك عليا وحبك وحنانك مالي حياتي. وفرحت النهاردة لما عرفت إن ده ممكن، وإن مكتوب بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير. أنا عايزة آتي بثمر كثير. أنا هكون جزء من الحرية اللي بتأتي بثمر كثير. ساعدني واديني القوة أعمل وأكمل من أجل خاطر يسوع، مع صلوات كل قدسيك لكل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين. 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 نشكرك جدا يا رندا على صلاتك، كانت مشجعة جدا. مستر ألفريد، احنا الحقيقة ما زال لسه عندنا أسئلة، لكن أعتقد أن الوقت مش هيساعدنا أن احنا نكون بنسأل، فأستاذنا حضرتك تكون بنأجل الأسئلة للحلقة الجاية. بنشكر حضرتك جدا على كل غنى كان في الحلقه. نشكرك جدا على الجزء الاولاني كيف نحب الله، لانه كان جزء معزي جدا. واشكر حضرتك على كل اجابه على اسئله كانت كلها من الكتاب المقدس. نشكر حضرتك جدا على وعد بلقاء في الحلقه اللي جايه. نشكرك. احبائي المشاهدين، تعالوا مع بعض كده نتشجع نكون الايام اللي جايه والفتره اللي جايه جوه قلوبنا كده
انه الله وان كنا لا نراه لكن لينا ان احنا نكون بنرى صفاته، بنرى تعاملاته، بنرى محبته. تعالوا نفتح كده صندوق الهدايا اللي على مدى سنين وعلى مدى عمر ما بطلش ما وقفش. تعالوا نستمتع بكل رسالة، كل رسالة حب، كل رسالة تشجيع، كل رسالة حتى تبكيت في الكتاب المقدس بتشهد وجاية من إله عظيم أحب إلى المنتهى. تعالوا نكون بنتحرك، نخرج معاه، ندخل معاه. تعالوا نستمتع بهذه المحبة الفائقة ونطلب، نقول له كده أيوة إحنا بنفتح قلوبنا ليك النهاردة علشان خاطر نشوفك، عشان خاطر نحبك وتكون في بيننا العلاقة، علاقة الارتباط اللي تدوم كل الأيام. ربنا معاك.